المعرض زي ما انت شايفه وجيتي هو اسمه حتى على البوستر صناعه لبنانيه او ميد ان لبنان. طبعا له علاقه بلبنان وبالاخص بكل نجوم غناء البوب اللبناني تحديدا الستات. يعني هو ده فكره المعرض مبدئيا. ليه بقى؟ لان هم يعني غزوا العالم العربي وغزوا مصر بحب شديد من الناس، بيحبوهم وبيقلدوهم وبيسمعوهم طول الوقت. هما مش مفروضين بس عندهم القوة في ان هم يعملوا رسالة او خطاب ما. يعني كل ما انت ماشية تسمعي اغاني، تفتحي قنوات التلفزيون بتلاقيها موجودة اغانيهم طول الوقت، ماشية بالعربية سايقة بتلاقي البوستر والباينر بتاعهم. يعني هما مفروضين بشكل او باخر. طبعا هو مش فرض يعني غزو، ولكن هو لو مش هتتباع عندنا غير يبقى عندك سوق الناس عايزاهم. بس هي بقى الفكرة الناس عايزاهم لان هم عايشين واقع اعتقد محبط جدا. فالثلاث دقايق بتاعت الكليب الجميل قوي اللي نوال الزغبي فيه بتبقى جميله ورفيعه وعايشه في فيلا او قصر عظيم او 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 فيها حريه. هو الناس بتعيش الحلم ده ثلاث دقايق او دقيقتين او دقيقه حسب فتره الكليب، لانه يعني هو دي الفتره البريك اللي هيقدروا ياخدوها. يعني الدنيا فعلا بايخه جدا. يعني حاولت اجيب الصناعه اللبنانيه دي اللي هي بتكلم على فئه الفنانات وخليها يعني مقفوله ومركزه. مركزه عن طريق ايه؟ عن كميه الابهار الفظيع بالالوان، الملابس الترتر والريش والجليتر وكل الحاجات، يعني كلها يعني حاجات ليها علاقه بالصناعه نفسها. الابهار لان هم مثلا لما قعدت بقى اتفرج واعمل اشوف بيصوروا الحاجات ازاي وبيعملوها ازاي مش عارفه ايه، هي الحاجات نفسها مش مبهره بس هي يعني تلاقي الخشبه حقيره وبتاع. فجبت برده خامات مش غاليه خالص، يعني الخياطه دي كلها حاجات خامات مش غاليه، بس ازاي بقى اقعد احطها جنب بعض وارصها واحط لميع وبتاع عشان لما تشوفيها تلاقيها سبارك يعني تلمع كده واللي هو شو. كلمات كاليجرافي معظمها عن الحب والغرام والهيام والشوق، اللي هي فكره هي دي الصناعه، هي دي يعني اعمده الصناعه دي الرومانسيه والحب، فكره المباع. يعني او اسامي اغاني الفنانات اللبنانيات اللي انا رسمتها، ازاي انساك وحب السنين وقال الحبايب، يعني كلها حاجات برضو تمشي كلمات حب. بس وفي لوحات تانية كبيره برضو كومبوزيشنز فنانيات وكلمات وكاليجرافي. يعني هو كان تقريبا ثلاث أشكال للبعض، يعني ثلاث مجموعات.